معاك جدا، ويمكن ده اللي الصحف كمان تحدثت بشأنه. يعني خلينا نروح لفرانس 24، بيتحدث المانشيت ان ميسي جيتس هيوج اوفيشن فروم باريس سان جيرمان سبورترز اهيد اوف فرنش ليج جيم. يعني تلقى ميسي ترحيب كبير جدا من الجماهير، ده كان قبل المباراه او مباراه الدوري الفرنسي. فتخيل انت لسه نادي رايح له ولسه ما لعبتش، ويعني في هتاف كبير جدا بتحصل عليه، فاكيد ده بيأكد ان هو نجم واسم كبير جدا في عالم كره القدم. خلينا نروح لبي سوكر كمان، بيتكلم بارسا's first squad list without Messi and with Depay، قائمة الفريق الأول لبرشلونة من دون ميسي وبوجود ديباي. ديباي طبعا هو لاعب محترف كرة قدم، هو هولندي ومهاجم حاليا في برشلونة زي ما حضراتكم أكيد عارفين. تعالى بقى كريم نروح لسبورت كافيه، برضو العنوان بيتحدث ومش بعيد عن اللي بنتكلم فيه. If Barcelona play collectively we can achieve lot without Lionel Messi believes Sergio Dest. طبعا برضو سيرجيو ديست هو لاعب أمريكي محترف جدا ومن الأسماء الكبيرة في برشلونة. هو بيتحدث يعني لو برشلونة يا كريم لعب بشكل جماعي يمكن أن يحقق الكثير دون ميسي. رأيك إيه في التصريح ده برضو؟ بص، فريق كبير طبعا مش عارف. لا، فريق كبير وعنده امكانيات وعنده لعيبه موهوبه وعندها مهارات والى اخره. مع ميسي برده ما كانش بيلعب لوحده في نهايه المطاف، لكن انت عندك جزء كبير جدا من قوتك الضاربه كل سنه وانت طيبه. احنا بنتكلم على احسن لاعب في العالم، لما فريق يفقد احسن لاعب في العالم اكيد ده هيبقى له انعكاسات سلبيه، بس ادينا هنستنى ونشوف الدنيا هتاخدنا لفين. وتصريح زي ده يبقى برده من لاعب محترف كبير امريكي في برشلونه حاليا، برده ده يعني شويه غريب. على كل حال سبورتس ماكس برضو بيتحدث المانشيت، برشلونه تو بيجن لايف وذاوت ميسي اكستراوردينري اوبتا داتا امفاسايزز جست هاو ماتش اوف ا ميس هي ويل بي. يعني بيتكلم ان برشلونه هيبدا الحياه دون ميسي، وبيانات كتيره جدا غير عاديه واعتياديه بتؤكد ده. يعني حتى هنا في المانشيت اللي حضراتكم شايفين هو بيتكلم ان مثلا ميسي في خلال 2020 2021 سجل 30 هدف، وبالارقام بقى على مدار السنين من 2016 لغايه 2021، فارقام اعتقد برضو تعتبر في كره القدم عظيمه جدا، يعني مش بس قليله. لا، وارقام حطمت اساطير سابقه طبعًا، زي بيلي وحاجات زي كده. يعني لعيب استثنائي جدا. اخيرا بقى اللي كنا بنتكلم في بشانه في اللي هو جمهور باريس سان جيرمان، بيتحدث برضو هنا ذا انديان اكسبريس بيتكلم عن ده، لان كانت لقطه. هي فكره في ايه؟ ان انت لما بتيجي تشوف الصحف العالميه بتتكلم في ايه، الصحف العالميه لما بتجتمع على حاجه او على حدث هي بتجتمع على حاجه لفتت انتباه الملايين في كل انحاء العالم من عشاق كره القدم. يعني فاللي كنا بنقوله لحضراتكم انا وكريم من شويه، فكره ان هنا الفرنش ليج سيزون الاوبنر اللي هو الافتتاح يعني الموسم الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان فانز تشير اون ميسي بيفور الوين بتاعهم او الفوز بتاع الـ4-2، مشجعين بيهتفوا باسم ميسي وهو لسه ما كانش يعني بيلعب. فدي برضو حاجه محترمه جدا ليه، يعني حتى تضاف ليه في تاريخه. ولكن بقى في حاجه برضو كانت على السوشيال ميديا اتكلمنا عنها امبارح بسرعه، وهي هل هيحدث، ده سؤال بقى، هل هيحدث احتقان ما بين جماهير برشلونه وجماهير باريس سان جيرمان؟ لان احنا كنا بنقول كان في تويتات برضو معموله اللي هو جماهير برشلونه حاسين كان باريس سان جيرمان خطف منهم يعني ميسي. ف هو مش حاسين، هو حصل بالفعل، هو خطف فعلا منهم ميسي. وبعدين فكره ان الفريقين هيلتقوا، ما هم اكيد هيلتقوا تحت اي ظروف في يوم من الايام هيلتقوا، فهيكون الوضع عامل ازاي بالنسبه للجمهورين، وهيكون الوضع عامل ازاي بالنسبه لميسي شخصيا. يعني هو ده هيبان، واللي هيبان اكتر زي ما كنا عرضنا لحضراتكم تقريبا اول امبارح لما كنا بنتكلم ازاي برشلونه بعد ميسي هيكون عنده خساير معرفش بقى بالمليارات كمان، ممكن تكون مش بس بالملايين. فاحنا عرضنا لحضراتكم كم وكل شق ليه علاقه ب يعني دعايه معينه، تذاكر معينه، تيشرتات كانت بتباع باسم ميسي، حاجات كتيره جدا يعني بجد ارقام فلكيه
الحقيقيه هيتم خسارتها اثر رحيل ميسي عن برشلونه، فبرضه ده عايزين يشوفوا ازاي هيتم تعويضه من قبل برشلونه. اكيد هيبقى عندهم خطه مفروض. الارقام دي كلها رايحه زي ما هي على باريس سان جيرمان، يعني على ذكر القميص بتاعه، يعني سواء الستورز المختلفه التابعه للفريق لما ابتدت تعرض يعني لا انا بكلمك على طوابير الناس اللي قاعده، يعني ممكن تكون مقضيه يوم بالكامل عشان بس تروح تشتري من ستور التيشيرت الخاصه بيه، ناهيكي عن اللي اتباع اونلاين. كل ده ايه؟ بمجرد الاعلان عن انتقاله رسميا، فمكاسب خياليه رايحه لباريس سان جيرمان. هو بقى رقم 30 تقريبا في باريس سان جيرمان. يعني بصي، هو في كذا رقم اتقال في هذا الاطار. في كذا رقم اتقال في هذا الاطار.